قد وافق العراق بسماح الدخول مفتشين الأمم المتحدة إلى العراق، ولكننا يعرف العراق ويعرف الشعب وتعرف الأمة العربية كلها وجميع الدول بأننا نعرف نوايا أمريكا ومن يتبعها، ونعرف أنهم مخططين إلى هجم العراق. السلام عليكم. السلام. وصلنا الوقت. حقيقة انه هي امريكا هي اصلا تفتعل هاي الافتراءات على العراق، لانه امريكا بالضبط يعرفون انه العراق ما يملك هاي الاسلحة الدمار الشامل، بس هم يفتعلون هاي النوايا لانه مصممين على ضرب العراق، لانه ما يريدون انه بالوطن العربي انه بلد يتقدم من هاي الناحية من كل النواحي وبالذات العراق. Iraq is sincere and insists on solving the whole issue, not only the inspector, not only the inspections, but the whole sanctions regime altogether, because we are insisting on the implementation of all resolutions of the Security Council. الجبهة الثانية في مواجهة